جت في دماغي ان ربنا انتقمني منها. اكتر حاجه رعبتني ان انا كنت مبسوطه ان انا شايفاها بالمنظر ده، بس في نفس الوقت كان قلبي بيوجعني على اختي الكبيره وما كنتش عايزه اشوفها بالمنظر ده. تعرف ان انا وفتون كنا شبه بعض، بس دلوقتي خلاص ماشي. الدنيا دي اللي احنا عايشين فيها دي صعبة، ناس كتير زي اختك مش عارفين ويغلطوا كل غلطة والتانية يتحاسبوا عليها ويتعوروا. مش قصدي على اللي حصل في وشها طبعا، قصدي على روحها اللي اتحرقت. فتون ما اختارتش اللي حصل لها زي بالظبط. متهيالي ان احنا اتولدنا في الدنيا دي عشان ننفذ اللي مكتوب لنا وبس، وكأنه في خط اترسم لنا على الارض عشان نمشي عليه ونوصل وخلاص ويحصل. هو في خط مرسوم لنا على الارض ولازم نمشي عليه، بس كل واحد فينا بيوصل ميدان ولازم يختار، عشان كده كل واحد فينا بيتحاسب. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ عبد الحميد؟ لو ما كنتش جيتي النهارده كنت هجيلك لحد البيت. في عقود مهمه جدا لشركه الاسانسيرات ومصنع رخام لازم تمضيهم. معلش يا استاذ عبد الحميد، انا الفتره دي تعبانه ومش مركزه في الشغل، عندي شويه مشاكل. لو في اي قرارات في الشركه مختار هو اللي هيمضي، هو المسؤول من هنا ورايح عن الشركه لغايه ما اخلص المشاكل اللي عندي. تعالى يا استاذ عبد الحميد. عن اذنك يا دكتور. انا عايز اجتماع اللجنه الهندسيه يكون النهارده لو سمحت، وكل التفاصيل والملفات بتاعت المناقصه بتاعت البنك تجيلي. حاضر يا استاذ مختار. كنا رحنا اشرف في الحسابات اللي بتجهز الورق. هبعتهولك مع صاحبي. شكرا. صباح الخير يا استاذ مختار. صباح النور. وحشتني. النهارده اجتماع اللجنه الهندسيه، عايز خطه التسويق تكون كامله. بقول لك وحشتني، ممكن اعرف ما تسالش عليا ليه؟ معلش اصلي مشغول شويه اليومين دول. الو الو، ازيك؟ الحمد لله. انا بكلمك عشان اقول لك ان انا قاعد قدام احلى بورتري رسمته. بورتري ليا انا؟ ايوه طبعا، امال هيكون ليا. جد؟ مش كده يا حبيبي؟ برافو يا روح قلب ماما. طب يا مختار، انا كنت عايزه اقول لك انه عبد الحميد كلمني وكان طالب مني ملفات الضرايب، فلو ينفع يعني. هو انت قابس حرامي؟ يا دانيا، ايه الصوت اللي جنبك ده؟ حل عني، انا هخرج يعني. دانيا انت معاني؟ والنعمة لك، وانا اما بيكسب يا نهار اسود يا عسلية. الحقيني يا اختي. ثانية واحدة يا مختار، ثانية واحدة. في البيت سيبها لو سمحت. مالك؟ يا حبيبتي النبي، انا عايزة اروح اقابل جوزي، عايزة اروح بولاد. طب معلش يا مختار، انا مضطر اقفل دلوقتي. ماشي، مع السلامة. لا مؤاخذة، ممكن تديني العباية السمرة القديمة بتاعتك وطرحتها؟ ما انتي اسم الله ما بقيتيش محتاجاها. أنا بس عايزاها عشان أروح بيها بولاد بدل الزفت اللي أنا لابساه. طب اقعدي يا حبيبتي،
هنقعد مع بعض انا وانتي وشاهين ونتعشى وبعدين هاخدك على بولاق. انا عايزه اروح اشوف علي، عايزه اروح بولاق اشوف جوزي. عارفه لو صوتي تاني قدام شاهين انا هسجنك في اوضتك مش هطلعك منها تاني، فاهمه يا فردوس؟ فردوس! ايوه نمبلي، خير في ايه؟ خدي شاهين جوه. طيب يلا يلا تعالى نطلع اوضتنا. يلا تعالى. معلش يا حبيبتي ما تزعليش مني، بس انا مش عايزه شاهين يخاف منك. ولا انا عايزه يخاف مني يا اختي، والله والله العظيم انا بحبه قوي، بس انا بقى ما بحبش علي او النعمة، ما بحبوش ولا الزفت راجل بحبه، ما بحبهمش انا. بصي يا اختي، بصي شوفي وشي، انا مش عايزاه، مش عايزاه يا عسلية والله. انا عايزه اجيب وش تاني. اه يا اختي والنعمة، انا معايا فلوس اساسا، انا مسافة السكة، انا مش هتأخر عليكي خالص. انا عايزه اروح اشتري وش وارجع على طول. عيطيش يا حبيبتي. انتي مش عايزاني اشتري وش. ايوه انتي مش بتحبيني، انتي مش اختي ولا نيله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تعملي فيا كده؟ ماشي عسليه، حاضر. انا اسفه يفطر اني عرفت علي على مكان. صباح الخير. صباح النور. في حاجة؟ أنا عايزة أتكلم معاك شوية. اتفضلي. مختار، أنا كنت عارفة قبل ما أي حاجة تحصل بيني وبينك إن أنت إنسان لعبي وبتاع ستات ومقضيها يمين وشمال، بس ما كنتش متخيلة أبداً إن اللي بينا ينتهي بالسرعة دي. ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده؟ آه ممكن. مختار، أنا كل يوم بحاول أقنع نفسي إن إحنا أصحاب، لكن ما قدرتش. ممكن لو سمحتي ما نتكلمش في الموضوع ده. ليه يا مختار؟ عشان انا مش عايز ازعلك. ليه؟ هو انت ما كنتش مبسوط وانت معايا؟ كل حاجة، انا حتى مش عارفة كان ايه كل حاجة بينا. انا كل اللي انا عارفاه ان انا كنت مبسوط. للأسف كنت مبسوطة وأنا معاك. أنا عملت معاك حاجات عمري ما عملتها مع حد تاني. اسمعني، أنا عمري ما اتأخرت بره بيتي وشربت وثقت فيه. مروة، اللي حصل ما بيننا ده شيء عادي جدا بيحصل في كل وقت على طول. لا أنا مش كول قوي كده زيكم.